على هامش زيارة تفقد يقوم بها وزير الصحة الحسين الوردي إلى مراكز لتخزين الأدوية وإلى بعض صيدليات قصد الوقوف على مدى تطبيق أثمنة الأدوية الجديدة. تم الشروع اليوم رسميا في تطبيق الأسعار الجديدة لأزيد من 1500 نوع من الدواء، أي ما يعادل 30% التي يتم تسويقها في المغرب. اليوم هذا اليوم تاريخي، تاريخي بكل من الكلمة من معنى فيما يخص وزارة الصحة، ولكن المواطن والمواطنة المغربية على ثلاثة الأسباب على الأقل. السبب الأول هو تخفيض ثمن الأدوية ابتداء من اليوم بين 20 و80%، هذا رقم يعني مهم جدا. السبب الثاني هو أنه الأدوية تباع بالثمن العمومي، يعني لو بي بي في بري بوبليك دو فونت ما بقاش تتبع بي بي ام. السبب الثالث هو انه المرسوم لهذه الادويه اللي شفنا بين 20 و80% مقارنه مع معدل الاثمنه في بعض الدول. اما فيما يخص الادويه الجديده فهي ما غاديش تتباع بالمعدل، وانما غادي تتباع باقل ثمن، ارخص ثمن، ولهذا انه الادويه غادي تمشي مازال تنخفض كثير. قرار تخفيض أسعار الأدوية هو ليس سوى خطوة أولى، وستتلوها خطوات أخرى كتخفيض كلفة العلاجات الصحية.